يعني انا ما اعتقدش ان احنا شفنا ابداع اكتر من كده في الافلام التاريخيه بالتحديد. يعني هو دي كانت حتته، هو راح في حته تانيه جدا في هذا النوع من الافلام. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن محطاته الفنيه المميزه والاعمال التاريخيه للفنان احمد مظهر. معانا عبر الهاتف دلوقتي الناقد الفني كريم المصري. صباح الفل عليك يا استاذ كريم. صباح الخير عليكم وصباح الخير على كل مشاهدينكم. يعني فارس السينما المصرية ده أشهر لقب تميز به الفنان أحمد مظهر، إيه الأسباب والمميزات اللي خليته يحصد هذا اللقب ما بين يعني باقي أقرانه من زمن الفن الجميل، بالذات إنه كان فيه عمالقة في هذا الوقت؟ أحمد مظهر هو كان حالة خاصة جدا، فنان من نوع مختلف تماما. يمكن نشأته العسكرية خلت عنده شكل وشخصية مختلفة تماما. الالتزام والهدوء النفسي ده ساعده كتير جدا ان هو يكون فنان مختلف جدا عن جميع اقرانه وجميع جيله في الوقت ده. كريم بصبح عليك. فنان احمد مظهر شفناه في بداياته خالص في اول فيلم ليه ظهور الاسلام 1951، لغة عربية رائعة، أداء يعني ينبئ أن احنا أمام فنان متميز، فنان برونق خاص وبأداء خاص. إزاي شفت وتابعت الأعمال بتاعته، خاصة أنه عمل أعمال يعني قوية جدا، أعمال تاريخية عظيمة وخالدة، وكمان عمل أعمال وأدوار كوميدية؟ هو الاهتمام بالتفاصيل، أحمد مظهر كان من الممثلين المعروف عنهم اهتمامهم بالتفاصيل. وبداية ظهوره في فيلم ظهور الإسلام طبعا مخرج إبراهيم عز، وكان دور فارس يعني كان بسبب دخوله للسينما. بتفق معاك، هو كان فنان متنوع جدا وقدم كتير من الأدوار المتنوعة، ما اكتفاش بس بفكرة اعتماده على الفروسية في فكرة الأفلام والتاريخية، بالعكس هو قدم مجموعة من الأفلام الكوميدية زي السوسو ولكن الظرفاء والأيدي الناعمة. وأنا بعتبر إن انطلاقة الحقيقية لأحمد مظهر كانت من فيلم رد قلبي، نجح بشكل كبير جدا إن هو يلفت الأنظار إن إحنا قدام فنان مختلف جدا. مسيرته كانت متنوعة جدا، يعني أحمد مظهر عمل فيلم العتبة الخضراء مع إسماعيل ياسين، وكان قادر يجاري اسماعيل ياسين وساعتها اسماعيل ياسين كان واحد من اهم نجوم الكوميديا في مصر. صحيح. بالعكس ما حسناش باي رهبه او خوف، بالعكس صنع معاه كيمياء وكان قادر يجاريه بشكل كبير جدا. يعني احنا في الزمن ده اعتدنا على رؤيه الثنائيات، يعني كان في مثلا فؤاد المهندس وشويكار، صلاح ذو الفقار وشاديه، هل كان في ثنائي لاحمد مظهر؟ كان عنده اثنين ثنائي. في ثنائي جمعوا بشكل عظيم جدا مع سعاد حسني في فيلم ليله الزفاف وفيلم الزيتون، وافلام رومانسيه ذات طابع كوميدي لايت كوميدي، يعني نجحوا من خلالها بشكل كبير ان هم يعملوا ثنائي مميز جدا. وكان عنده ثنائي مختلف شويه عن فكره الراجل والست، كان بيجمعوا بينه وبين صلاح ذو الفقار في رد قلبي وفي الناصر صلاح الدين وفي الايدي الناعمه، وكان بينهم كيمياء كبيره جدا. ده جايز رجع لنشأتهم العسكرية سوا، ممكن يكون كان في تفاصيل كتير ما بينهم. بس دايما كنا بنحس في الأفلام دي إن أحمد مظهر أكبر شوية في السن، هل ده كان حقيقة في الواقع؟ يعني هل كان في فرق في السن ما بينهم؟ بالذات في الأيدي الناعمة يعني. لا مش كبير، مش كبير جدا يعني، يعتبروا من جيل واحد تقريبا يعني. كريم بنشوف ممثلين من بداية ظهورهم لغاية لما يعني يمكن بينهوا مسيرتهم، الأداء بتاعهم ما بيبقاش فيه المنحنى التصاعدي، ما فيهوش تطور. الفنان أحمد مظهر على الخلاف من ده تماما، شفنا تطور ومنحنى تصاعدي يعني لا تخطئه العين. إزاي تقدر تفسر ده؟ إزاي تقدر تقول لنا هو اشتغل إزاي على نفسه؟ ده راجع لحاجتين، الحاجة الأولانية نشأته العسكرية اللي بتعوده على الالتزام، والحاجة التانية في الفترة دي كان معظم المفكرين والمثقفين هم عندهم علاقات قوية جدا بالوسط الفني. يعني يوسف السباعي واحد من أهم الناس اللي كانت مؤثرة في شخصية أحمد مظهر، وده أديب كبير جدا.
وهو اللي قدمه في فيلم رد قلبي، هو اللي أصر عليه لدرجة إن أحمد مظهر بعد فيلم ظهور الإسلام هو كان لسه في الخدمة العسكرية، ده حقيقي. هو بمجرد سنة 56 مع بداية تصوير الفيلم هو تقاعد استقال عن سنة العسكرية. 56 يعني صحيح. اختلاطه بيوسف السباعي وبنجيب محفوظ وبعدد كبير من الأدباء والمثقفين في الفترة دي، ده بطبيعة الحال أثر عليه على شخصيته بجانب امتلاكه الشخصية القيادية، ودي كانت بتظهر في الأعمال التاريخية اللي قدمها زي ناصر صلاح الدين وإسلاماه. فإن إحنا قدام قائد عسكري بس بصورة فنان، فهو نجح إن هو يستغل الخبرات المهنية اللي خدها من حياته السابقة ويوظفها بشكل كبير جدا في حياته الجديدة كفنان. يعني عايز اقول لك ان يعني في وظيفه بقت معروفه في الايام دي اسمها الاكتنج كوتش، لما الممثل بيبقى ياخد دور مهم دور قوي بيجيب اكتنج كوتش بيمرنه على الدور بتاعه. بس احمد مظهر طبعا الوقت ده ما كانش فيه الموضوع ده منتشر، وبالرغم من ده شفنا تطور كبير جدا في لأن أدائه، كان يعني في فندم كنت بتكلم مخرجين عليه. بيهتموا بفكرة التوجيه للممثل بشكل كبير. أحمد مظهر اشتغل مع أهم المخرجين اللي في تاريخنا، من صلاح أبو سيف وعز الدين ذو الفقار وفطين عبد الوهاب ويوسف شاهين، كل المخرجين دول نجحوا في إن هم يسيبوا انطباع ويوجهوا أحمد مظهر بأداء تمثيلي مختلف. كمان جرأته الفنية إن تخليه يتنوع ما بين الأدوار، اللي بيقدم الكوميديا والرومانسية والأدوار التاريخية، فده فنان واثق في إمكانياته واثق في نفسه. حقيقي. طيب الاعمال الكتير قوي احنا بنتكلم على 160 عمل، وفي منهم اعمال كتيره جدا جدا نجحت واعمال كتيره لسه عايشه لغايه النهارده، لو اتكلمنا عن ابرز هذه الاعمال اللي كانت قريبه لقلبه، يعني هل في مثلا اي مذكرات ليه قال فيها ان هو عمل معين كان قريب لقلبه، خليني اقول لقاءات تلفزيونيه مثلا؟ هو في 3 أعمال كان أحمد مظهر حريص طول الوقت في كل ظهور ليه إن هو يتكلم عنهم، دعاء القران واللصوص ولكن ظرفاء، اللي رفضوا 4 مرات بالمناسبة يعني لحد ما اقتنع في الآخر إن هو يقدمه، وبعد كده بقى من أحب الأفلام لقلبه، وطبعا الفيلم الأيقوني ناصر صلاح الدين. لأن أحمد مظهر لما قدم ناصر صلاح الدين هو كان في مرحلة عمرية تتجاوز عمر 40 عام، فكان بيتمتع باللياقة اللي سمحت له ان هو يعمل عدد تصوير كبير جدا في مشاهد بطبيعة جغرافية صعبة، في صحراء، في حر، في ارتداء ملابس، في ركوب الخيل بطريقة كبيرة، وجوده وسط المجاميع الكبيرة. فكل الـ3 أفلام دول تحديدا هو كان تملي بيتكلم ويعبر عنهم بشكل مختلف، خصوصا ان فيلم دعاء القران كان قدام فاتن حمامة اللي في الفترة دي كانت واحدة من أهم النجمات. كمان دعاء القران كان بيتميز بحاجة، أحمد مظهر مفيش اسم للشخصية، هو المهندس الزراعي، ودي أكتر حاجة لفتت نظره إن هو بيقدم شخصية من غير اسم، فالناس ارتبطت، محدش أخد باله من الموضوع ده، الناس فضلت مرتبطة بالشخصية ومش مركزة ان الشخصية ملهاش اسم انا اصلا. اصلا اول مرة اخد بالي من المعلومة دي اساسا، يعني بس انا هو فعلا مش طول فاكرة له الفيلم اسم في بيتكلموا الفيلم. على المهندس، ما فيش اسم للشخصية خالص، ودي اكتر حاجة لفتت نظره اثناء عرض عليه السيناريو، وهو كان خايف جدا من الخطوة دي، ازاي يقدم شخصية من غير اسم يعني، وازاي الجمهور يقدر يرتبط بها بالشكل ده لدرجة ان هو ما يركزش ان الشخصية ملهاش اسم. فدول الـ3 أفلام اللي أحمد مظهر تملي بيتكلم عنهم بشكل كويس وبشكل كبير جدا يعني. أحيانا يا كريم سمت الفنان شكله أو مظهره الخارجي زي ما نقول كده المخرجين بيحصروا الفنان في أدوار معينة. أنت اتكلمت على أفلام دعاء الكروان، نصوص لكن ظرفاء، والناصر صلاح الدين. لو استثنينا فيلم الناصر صلاح الدين لصوص لكن ظرفاء دور كوميدي بحت، وبالإضافة للأدوار الكوميدية التانية اللي هو عملها، شايف إزاي إن هو كان متنوع في اختياره للأدوار؟ هو متنوع وعنده جرأة، مش أي حد يقدر يتنقل ما بين الشخصيات بالشكل ده. في ناس بتنجح في لون معين فبتكمل فيه لفترات طويلة صحيح. جدا وممكن تعمل التحول في أعمار سنية مختلفة، لكن أحمد مظهر كانت مسيرته مختلفة شوية يعني، بيقدم رد قلبي 57 59 بيقدم العتبة الخضراء مثلا يعني، فهو كان طول الوقت بيحاول يدور ان هو يقدم شكل مختلف.
احنا في الحقيقه يعني محظوظين بنجومنا مهد الطريق، خليني اقول ليه النهارده نقدر نشوف اعمال كبيره قوي لو النهارده قادرين نشوفها، ده بسبب النجوم الكبار اللي مهدوا الطريق ليهم وعملوا اعمال خالده عبر التاريخ. محدش فينا هيقدر ينسى هذه الاعمال المهمه جدا، من اول الاعمال اللي عملها الفنان احمد مظهر لغايه اخر عمل ليه، كلهم عايشين في اذهان جمهوره. بنشكرك الناقد الفني كريم المصري.